الحكومة العراقية تقول بأنها دفعت جميع المستحقات التي بذمتها ربما يعني لحكومة إقليم كردستان التي أقرت في الموازنة. هذا تصريح واضح من قبل الحكومة العراقية، والتصريح جاء ردا على ما صرح به مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان الذي قال بأن رواتب يعني المواطنين والموظفين في إقليم كردستان لم تأتي من بغداد. الاتهامات المتبادلة ما بين الطرفين هي اتهامات سياسية واقتصادية. الأمر لا يقف عند الناحية الاقتصادية فقط، على اعتبار أن بغداد تتهم الإقليم بأنها لم تسدد مستحقاتها النفطية التي كانت تصدرها عن طريق منفذ جيهان، وإضافة إلى ذلك المستحقات المالية عن طريق المنافذ الحدودية. لكن رغم ذلك الأمر له أبعاد سياسية. بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت في كركوك بدأت تتصاعد هذه الخلافات. هذه الخلافات ليست بجديدة، لكنها ربما طفت مؤخرا على السطح بصوت عالي ومرتفع من قبل الكرد، وأيضا جاء الرد من قبل الحكومة العراقية. الحكومة العراقية تقول بأن الإقليم لديه الأموال، وأنها قامت بإقراض الإقليم لأموال كثيرة ربما يعني وفق القانون. هذا الأمر قد ينسحب على العلاقة السياسية، لكن بكل الأحوال الحكومة لديها طبعا بعض الإجراءات، منها أيضا أن تكون هناك وقفة أو استيقاف لعملية الدفع التي تحدث ما بين بغداد وأربيل، مطالبة أربيل بالحسابات السياسية الحسابات الاقتصادية للحكومة هناك في إقليم كردستان، إضافة إلى حسابات النفط المصدر. كل هذه الأمور قد تتبعها الحكومة العراقية في حال أصرت أربيل، وهي تصر على أن الحكومة العراقية لم تتفق لم توفي بوعودها. لكن هذا الأمر أيضا لم يأتي، ولكن محمد فقط كان هناك اتفاق سياسي قبل إعلان الحكومة الحالية عن تشكيلها. نعم محمد، يعني فكرة الدفع أليس هذا بأمر شفاف؟ يعني عندما تقول حكومة بغداد بأنها وفت كامل التزاماتها إلى حكومة الإقليم، هل هذا أمر يحتمل اللبس؟ ألا يوجد اتفاقات، معاهدات، ربما وثائق موقعة تؤكد إذا ما تمت هذه العملية أم لا؟ لا، قبل 6 أشهر كان هناك اتفاق على تشكيل، أو قبل 7 أشهر بالتحديد كان هناك اتفاق على تشكيل لجنة مختصة مالية تقوم بجمع تلك الحسابات وتوريدها ما بين المركز والإقليم. هذه اللجنة جاءت ووضعت الأموال بالأرقام طبعا على الطاولة، وبالتالي الحكومة أعطت دفعات مالية على سبيل الاقتراض لحكومة إقليم كردستان لحين تسديد مبالغها المترتبة عليها، لأن الحكومة لا تستطيع أن تدفع تلك الأموال بغير يعني بدون وجود أيضا المواردات التي تأتي من إقليم كردستان، وبالتالي صحيح. هي عملية إقراض، لكنها بكل الأحوال هي عملية وصول أموال، وبالتالي وصلت هذه الأموال. حكومة إقليم كردستان تعتبر بأن تلك الأموال التي وصلتها هي دفعات ليست ضمن الاستحقاق المالي، وإنما دفعات أو هبة من قبل الحكومة العراقية. هنا تكمن المشكلة، هنا الكرد يلعبون على هذا الوتر، وأيضا الحكومة العراقية ربما تلعب أيضا على هذا الوتر. هي تقول استحقاقات، والكرد يقول بأنها هبة، وبالتالي هي أموال ضخمة، يعني ليست بالأموال البسيطة. أما المشكلة الأكبر فهي تقع أيضا داخل إقليم كردستان، لأن هناك خلاف ما بين أربيل والسليمانية حول تلك الأموال. الحصة تقدم لحكومة كردستان في أربيل، وبالتالي أربيل هي من تعطي الأموال للسليمانية. الأزمة بدأت الآن في السليمانية، لأن رواتب المعلمين الموظفين في إقليم كردستان في السليمانية لم تسدد، وبالتالي هم من ضغطوا على حكومة أربيل. أربيل بالتالي ضغطت على الحكومة العراقية. الأمر متشابك، لكن الأمر كما قلت هو أمر ليس مالي فقط، هو أمر مالي سياسي. لذلك من المتوقع ما تحدثنا أن تكون هناك زيارة لوفد كردي إلى بغداد لحل هذه المشاكل. إذا ما تحدثنا عن الجانب السياسي ودوره في هذه الأزمة، نحن نعرف محمد بأنه دائما هناك قوى خارجية تتدخل في المشهد السياسي في العراق، هل يمكن الحديث عن أيضا جهات تقف وراء هذه الأزمة خارجية خارج حكومة بغداد وحكومة الإقليم؟
طبعا لا يمكن التكهن بوقوف جهات أو عدم وقوف تلك الجهات يعني خلف هذه الأزمة، لكن ربما الإشارة تبدو واضحة لأن بعد زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد تم الاتفاق فيما بين الطرفين على عدم يعني البدء بتصدير النفط من قبل إقليم كردستان إلا بموافقة الحكومة العراقية، وبالتالي هذا الأمر أضر كبيرا أو أضر كثيرا في بحكومة إقليم كردستان، لأنها كانت تصدر النفط بكميات غير معلومة وتعطي أرقام ثانوية كما تقول الحكومة العراقية إلى بغداد، وبالتالي هذا الأمر ربما هو من استفز الكرد وبدأوا يعني بالبحث عن بعض المشاكل مع حكومة إقليم كردستان، هكذا يقول خبراء الاقتصاديين والسياسيين. طبعا إضافة إلى ذلك مسألة كركوك، مسألة كركوك ربما أيضا فيها أبعاد سياسية ليست داخلية فقط حتى إقليمية، لأن تركيا أيضا لديها أذرع في كركوك، وبالتالي هذا الأمر أزعج الطرفين بشكل واضح. الحكومة العراقية لا تزال تقول بأن كركوك هي تابعة للمركز وأن السلطة فيها للحكومة المركزية، أما الكرد فيريدون نوعا ما السيطرة على كركوك التي يصفونها بأنها قدس العراق، وبالتالي هذا الأمر مهم جدا للكرد. جاءت هذه الأزمة السياسية مع الأزمة المالية فظهرت على السطح، أما تركيا ربما محمد خلف تلك المشاكل ربما كما يقول البعض. أخيرا محمد وسريعا لو سمحت، بالنسبة لكركوك ذكرتها، التوزيع الديموغرافي فيها نسبة العرب أكثر فيها أم نسبة الكرد أو الأعراق الأخرى؟ بشكل رسمي لا توجد نسبة يعني واضحة من قبل الحكومة أو حتى من قبل أطراف سياسية أو أطراف حكومية للنسب، لكن نسبة العرب هناك ربما هي متساوية مع نسبة الكرد والتركمان، أي أن العرب ربما يفوقون الكرد في يعني في جزيئات بسيطة، لكن مع التركمان يمثلون أغلبية، الكرد يمثلون أغلبية مع التركمان بالنسبة للعرب، وبالتالي هذا الأمر شائك ومعقد بالنسبة للحكومة العراقية. لكن إذا ما عدنا إلى إحصائيات ما قبل 2003 فإن نسبة العرب ربما هي الأكبر في كركوك. شكرا على كل هذه المعلومات محمد فاضل مراسلنا من بغداد.